تعالوا نبدأ حلقتنا النهاردة ونروح للعناوين الصحف العالمية وأهم العناوين اللي قالت إيه عن يورو 2020. نبدأ جولتنا العالمية في الصحف العالمية عن يورو 2020 من أسبانيا، ماركة الأسبانية اللي كتبت عليك أن تصدقها، ودي طبعا إشارة لطبعا لويس إنريكي المدير الفني للمنتخب الأسباني اللي بيقوم حاليا بالاستعداد للمباراة الهامة جدا في أو الافتتاحية بالنسبة له أمام طبعا منتخب في الأمم أوروبا أمام السويد اللي هيمكن هتنطلق خلال ساعات. كمان قالت أن رودري ده حضراتكم عارفين ده لاعب يعني المان سيتي على وشك أن يحل محل سيرجيو بوسكيتس الغائب بسبب فيروس كورونا. لسه في أسبانيا مع سبورت، جريدة سبورت قالت أن فريق لويس إنريكي يعود أخيرا إلى البطولة الدولية ويفتتحون بطولة أوروبا 2020 أمام منتخب السويد. موندو ديبورتيفو الأسبانية قالت ساعة منتخب أسبانيا، في إشارة طبعا ليها لمنتخب أسبانيا واستعداداته أمام طبعا للمباراة المهمة أمام منتخب السويد في نهائيات أمم 2020. لسه في أسبانيا مع آسي الأسبانية اللي كتبت عنوان كان ميتا، وده طبعا في إشارة للحدث اللي يمكن جذب أنظار العالم كله وهو ما حدث للدنماركي طبعا كريستين إريكسن وتصريحات طبيب المنتخب الدنماركي. نروح لإنجلترا، ذا سان البريطانية، عنوان كبير جدا بتقول فيه سحر أقدام إنجلترا، أشارت أن طبعا رحيم ستيرلينج حقق الفوز بعد أيام من حصوله على وسام من ملكة بريطانيا. ديل طبعا ديمالي البريطانية قالت برضو أداء من الدرجة الأولى، فيرست كلاس، ده كان العنوان الكبير لهذه الجريدة ووصفها لأداء منتخب إنجلترا اللي حقق طبعا انتصار مهم جدا في اللقاء الافتتاحي في يورو للمرة الأولى. كمان الصحيفة كتبت ستيرلينج بيسجل هدفه الأول في بطولة كبيرة مع المنتخب الإنجليزي. لسه في إنجلترا مع ميرور الإنجليزية بتقول منتخب إنجلترا ساحر ورائع، قالت الجريدة أن ستيرلينج بيحقق حلم حياته بعد طبعا أيام من حصوله على الوسام، والنجم ستيرلينج بيصنع التاريخ وبيحقق انتصارات للأسود الثلاثة. نروح لإيطاليا، وطبعا لاكازيتا دي السبورت الإيطالية الصحيفة الكبيرة، ما بين قوسين شكرا لكم لن أستسلم، دي طبعا سلطت الضوء على تصريحات طبعا إريكسن في المستشفى واللي قال من خلالها أنا بخير أريد أن أفهم ما حدث، ويمكن أشارت إلى أن هذا الطبيب الدنماركي قال لقد مات وأنقذناه. ده طبعا على طبعا صحيفة كورير ديل سبورت دي طبعا الإيطالية، عنوان بيقول لا أحد مثل إيطاليا، بيتركز الصحيفة على طبعا فوز المنتخب إنجلترا أمام كرواتيا 1-0 وهولندا على أوكرانيا 3-2 في نهائيات أمم أوروبا 2020، وكتبت لا أحد مثل إيطاليا. نروح لفرنسا، وطبعا الجريدة الليكيب الفرنسية ما بين قوسين كده بتقول هولندا يعني تلهس تماما، تحدثت طبعا عن فوز منتخب الهولندي على أوكرانيا بصعوبة 3-2 في أمم أوروبا. كمان الصحيفة اهتمت بتصريحات طبعا ديدي ديشامب طبعا المدير الفني للمنتخب الفرنسي اللي قال لا أريد أن أهرب من طبعا المرشح لللقب. طبعا كلنا بنقول أن المنتخب الفرنسي طبعا مرشح بشكل كبير جدا للحصول على هذه البطولة، كمان يعني في بعض المنتخبات من خلال المحترف هنتعرف على مرشحين من أهم الفرق المرشحة اللي فوز بهذه البطولة. خلصت أخبارنا والعناوين الصحف العالمية.